السلام عليكم. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق هذا الشوط، الشوط الثانية للقعدان المجموعة، الشوط الرابع، وباسمه وننطلق ونعود مع الصدارة مع المركز الأول. هنا بعد لمحمد بن عبد المحنة المري، وثانيا ثاني المراكز، ثاني المراكز صوغان لشعيل بن عبد الهادي المري، وثالث المراكز، ثالث المراكز هنا مصيحان لصالح بن عمير النعيمي. يا سلام، روح مع الصدارة، روح مع المركز الأول، مع صوغان، مع صوغان، هذه سلالة صوغان. نعم نعم، ولكن شعيل بن عبد الهادي المري وثاني المراكز، ثاني المراكز هنا مبعد لمحمد بن عبد الهادي المحنة المري، وثانيا والقدوم. يا سلام يا سلام، بدت المعركة، بدت المعركة. حرك حرك يا صوغان، حرك يا سلالة صوغان، صوغاني صوغاني. نعم نعم، صوغان شعيل بن عبد الهادي المري. يا سلام، والقدوم من هنا، الله، يا سلام، من شاهين لجابر بن راشد الخيارين. روح مع الصدارة، مع المركز الأول، روح مع سلالة صوغان، صوغان. نعم نعم، يا سلام، مع شعيل بن عبد الهادي المري. يا سلام يا سلام يا سلام، عبد الله، يا سلام، مع صوغان، صوغان، يا سلام، مع صوغان، مع شعيل بن عبد الله المري. الله 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 الله. وثانيا ثانيا نرى هناك شاهين، شاهين لسالم بن هادي الفلاح، او شاهين لجابر بن راشد الخيارين. والمركز الاول هنا صوغان لشعيل بن عبد الهادي المري، وثانيا المراكز الدخول من شاهين لجابر بن راشد الخيارين، وثالث المراكز مصيحان لصالح بن عبد بن عمير النعيمي. هذا للثلاث المراكز الاولى، والتوقيت الزمني 2:13 و13 ثانية و2 جزء من الثواني.